وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب. مساء الخير سعادة المستشار، ولو نتحدث عن أبرز الإنجازات التي حققها مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. سعادتكم على السادة المشاهدين بالخير، وحقيقة نحب دائما أكد أن مملكة البحرين بفضل توجيهات الملكية السامية سيدي حضرة صاحب الجلالة وقائد مسيرة تنموية شاملة حققت العديد من الإنجازات، ومن أبرز هذه الإنجازات الممارسة الديمقراطية اللي نعيشها اليوم ولله الحمد. طبعا دور الانعقاد الثاني كان من الأدوار المهمة، كان دور من أدوار العمل الوطني مرحلة هامة في بناء كل ما تحقق من مكتسبات ديمقراطية، وهذا ما أكدت عليه معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب، ويتأكد عليه دائما في اجتماعاتها في الأمانة ومع المجلس أيضا. اتسمت هذه المرحلة بكثير من المميزات، منها تقدم كبير كان على مستوى العمل المشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وأسهم ذلك في تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين بما يلبي تطلعات أيضا وطموح المواطنين. الشيء الثاني اللي سمج كان هذا الدور الذي أولوه أصحاب السعادة النواب من عمل دؤوب وسعي مخلص في إنجاز الموضوعات التشريعية الهامة، لجانب قيامهم بدورهم الرغابي. نرى أن 256 موضوع رغابي كانت الدور الثاني، كنا متوقعين أن الدور الثاني يكون في أكثر حراك من الدور الأول بحكم الخبرة اللي اكتسبوها أصحاب السعادة في هذا المجلس. أيضا كان خلال هذا الدور عقد المجلس 31 جلسة كما ذكرت في تقريركم، 26 منها كانت داخل قاعة المجلس وخمس جلسات كانت عن بعد. أيضا هيئة المكتب عقد 21 اجتماع، وبلغ عدد موضوعات المحالة للمجلس 481 موضوع، وافق على كما ذكرت في تقريركم 320 موضوع. أيضا اللجان اللي سمت ناقشت اللجنة التشريعية على سبيل المثال القانونية ناقشت 66 موضوع بصفة أصلية، أنجزت منها 46 وما زال 20 عند قيد الدراسة. أيضا اللجنة المالية والاقتصادية كان محلها 50 موضوع أحيل إليها، أنجزت 33 منها وما زال 13 منها قيد الدراسة. لجنة الشؤون التشريعية والدفاع والأمن الوطني أحيل لها 42 موضوع، أنجزت 16 منها وما زال 26 قيد الدراسة والنقاش. وأيضا الخدمات أحيل الأكبر عدد من الموضوعات 160 موضوع أحيلها وأنجزت 104 موضوع وما زال 56 قيد الدراسة. وأيضا لجنة الخدمات أحيلها 106 موضوع وأنجزت 89 منها وما زال 17 قيد الدراسة. من أهم هذه الأمور اللي ناقشوها تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، أيضا تعديل قانون القوى الاحتياطية وتعديل بإضافة قانون مادة في قانون شن يمين ضد التعطل والقانون البحري. كل هذه كانت الله يسلمك أبرز إنجازات المجلس. نعم سعادة المستشار، مجلس النواب في دور هذا الانعقاد واجه مثل جميع مؤسسات الدولة تفشي جائحة كورونا، وعقد عدد من الجلسات عن بعد، كيف تقيمون هذه التجربة؟ طال عمرك احنا في مجلس النيابي طبعا دعم للجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظ الله، للتصدي لهذا الفيروس والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، وأيضا التزام المجلس بإجراءات احترازية والتدابير التي اتخذها الفريق الوطني لمواجهة هذه الظروف، والاستمرار بالعمل السلطة التشريعية بنظام عقد المجلس خمس جلسات عن بعد. هذا بالإضافة لمن اليوم الأول وتوجيهات من معالي الرئيسة فوزية عبد الله زينة شكلنا لجنة لدراسة وضع خطة كاملة للتعامل مع هذه الجائحة، كانت عن شقين، الشق الأول تعلق بأصحاب السعادة النواب واستمرار عمل لجانهم، والشق الثاني بالموظفين وكيفية عملهم عن بعد 50% و50% يكون داخل المجلس النيابي. طبعا هذا العمل الدؤوب كان من استشعارناه من يوم اتخذناه من مضامين خطاب الملك السامي لحضرة صاحب الجلالة عند افتتاح الدور الثاني، وحين دعا جلالته يده الله إلى مواكبة مسجدة العصر في الدعم الاقتصادي والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. فمن ذاك اليوم احنا عملنا يد بيد مع كثير من الجهات الحكومية اللي ساعدونا في موضوع
وضع أنظمة نتيجة للتعامل عن بعد أو إدارة الجلسات عن بعد أو اللجان، والحمد لله الله وفقني نتكلم في كل هذه الاجتماعات بنجاح، وأيضا حصلنا على إشادات دولية من البرلمان الدولي ومن البرلمان الصديقة دول المتعاون، ونقلل لهم الخبرة اللي احنا الحمد لله استفدنا منها في هذه الجائحة. نعم، سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.